اليوم رح نحكي عن موضوع الألياف داخل الرحم عند النساء. شو هي هي الألياف وهل هي ممكن تكون حالة عرضية ممكن تزول بسرعة على الأدوية اللي ممكن يصفى أي طبيب للمريضة؟ هل ممكن تتحول لأورام خبيثة؟ شو هي الأعراض وكيف عم تكون رحلة العلاج؟ وأهم شيء أسبابها، صرنا نشوفها بهذا الوقت هي حالة شائعة عند النساء. اليوم أكيد الدكتور رح يفسر لنا سبب هي الحالة. أكيد استفسارات كتير مهمة حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم وهو الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وأنتم بألف خير. يسعد صباحك دكتور، كل عام وأنت بألف خير. بداية دكتور، نحن اليوم عم نحكي عن الورم الليفي أو الورم العضلي كمشكلة طبية شائعة اليوم عند السيدات، لكن للأسف مؤخرا عم نشوفها عند الصبايا بعمر صغير. خلينا نوضح بداية الورم الليفي كمصطلح طبي. الورم الليفي هو عبارة عن آفة، بقول لأنه ورم لأنه هو شبه مدور بده يكون، أوكي، يعني مدعبل هيك مثل عامل ورم. هو على حساب ينشأ على حساب الطبقة الوسطى من عضلة الرحم، يلي أصلا هو الرحم، هو التسمية المتعارف عليها الرحم، أما هي التسمية الطبية يلي تعبر بشكل أدق عن وظيفة الرحم، هي العضلة الرحمية. تمام، هو ثلاث طبقات: البطانة يلي بتروح وقت الدورة الشهرية إذا ما في حمل، الطبقة الوسطى يلي هي الطبقة العضلية، وبعدين الغشاء الخارجي. أوكي، إذن هو من نفس طينة وطبيعة ألياف العضلة الرحمية، وهذا لحسن الحظ طبعا، لأنه هو بهالحالة هي غالبا 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 ما يكون سليم، وبرجع بقول ولحسن الحظ. تمام، أندر من النادر أن يتحول ورم ليفي عضلي إلى آفة خبيثة، هذا لحسن الحظ طبعا. هلا ليش عم نشوفه أكثر؟ الحقيقة هو يمكن في سببين. السبب انه الاول انه هو نحن صار في عنا وعي اكثر، وانه المريضات سواء كانت بنت او متزوجه انه صارت لاي شيء او اوقات بدون سبب، انه بس تعمل تشيك على حالها تطمن على حالها عم نكتشف الاورام اللي فيه. ثانيا توافر الاجهزه، خاصه تجهيز الالتراساوند او الايكو اللي هو جهاز جدا مشخص ودقيق ب 90% من الحالات. ببعض الحالات نضطر نستخدم نرجع لوسيله MRI او رنين مغناطيسي. السبب الثاني سيدتي هو يتعلق، بدنا نصير نفوت هون يعني بالاسباب المحتمله له. السبب الثاني هو نمط الحياه اللي يعني عم نشوفه هلا. طبعا لا شك، برجع بقول احصائيا انه ليش عم يكتر هلا، انه هو منقول بسبب طبيعه الغذاء خاصه الفاست فود، وتناول كميه كبيره من اللحوم الحمراء. اوكي، هي بتلعب دور انه يعني مثبت، مو انه اذا بنجيب هلا بنت بنضل من طعميه كل يوم نص كيلو لحمه حمراء انه بعد 5 سنين بهالمعنى بنشوف عندها ورم ليفي، لا، احصائيا انه بنشوف بيكتر عند هي الشريحه. طبعا كمان نمط الحياه اللي بيلعب دور بهالامور ثانيه، يلي هو ما في رياضه، التدخين ممكن يلعب دور، فلذلك صرنا نشوفه اكثر هلا. هلا الشيء المستغرب سيدتي، ولهلا نحن الحقيقه ما عرفنا سببه، انه هو قديش صرنا عم نشوفه باعمار صغيره. الحقيقه نحن نادرا بالاول ما كنا نشوفه باعمار صغيره. شو السبب دكتور؟ الحقيقه ما بنعرف، يعني بمعنى انه هلا اذا بدك تساليني حضرتك انه شو سبب الورم الليفي، بقول يعني ايدي على كتفكم، اذا بتعرفوا السبب خبرونا لنخبر بقيه الناس. الحقيقه ما بنعرف، انما بنقول في عوامل قد تزيد من نسبة الإصابة. وباي ذا واي بدي أقول معلومة، إنه الأورام اللي فيه اكتشفت حتى بالمومياءات المصرية، يعني هو قديم جدا جدا جدا. أنا بقول نرجع نقول إنه يتعلق ببنية، إنه هو جاي من نفس بنية الرحم يلي هي العضلية الرحمية تبعيته. طيب هلا صح، عفوا، بنقول نحن في عوامل تانية، إنه
ليش عم نشوفه بهي الأعمار الصغيرة؟ في عوامل مجهولة نحن ما بنعرفها، لدرجة أنه أنا بذكر تمام شي 3-4 سنين إجتني حالة لطفلة أورام ليفية وسليمة لحسن الحظ، أورام ليفية لطفلة لسه ما صار عندها حادث البلوغ، كان حجم الورم اللي فيه حوالي 3 كيلو. إيه علاقة الوراثي هون دكتور؟ نعم سيدتي بشكرك على السؤال. هلأ خليني أوضح هاي النقطة كثير، إنه بمعنى وراثي بمعنى إنه إذا عنا أم عندها هلأ 4 بنات إنه ندرسها وراثياً، إنه منقول في تنتين رح يطلع عندهم حكماً أو 50%، يعني إذا عندها 4 بنات 50% رح يكون عندهم أورام ليفية، ووحدة رح يطلع عندها نص نص أو ورم ليفية صغير، ووحدة رح تنفض ما يطلع. لا ما في هيك، بس منقول طبعاً بيكتر ضمن بعض الأيام، زي الأم عندها بناتها مرجحين أكتر إنه يصير، أو في وحدة أخت من العيلة منقول الأخت الثانية مرجح يصير عندها أورام ليفية أكتر. طيب هلأ هي الوراثة هون مثل ما قلنا قد تلعب دور، منشوف في دور تاني بيلعبه هو العرق أو لون البشرة. هلأ منشوفه كتير 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 عند السمراوات أو الأصحاب البشرة الداكنة بشدة، ومن أشهرون يلي طبعا يعني بدي أحكي شغلة هيك فاني، إنه غير المأسوف على رحيلة سياسيا طبعا، هي الحسناء غونداليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية السابقة يلي صاحبة مشروع الشرق الأوسط الجديد يلي خرب الدنيا طبعا، يلي عانت بشدة من موضوع الأورام اللي فيها اللي عندها، وعلاجها كان جدا جدا صعب. طيب هلأ منقول لأصحاب البشرة هاي منشوفهم عندهم بكثرة. هلأ منروح بقى للشرائح العمرية سيدتي، منشوفه أكتر بكتير عند الشرائح العمرية المتقدمة يلي ما صار عندها حمول وولادات. فلذلك أعلى نسبة إصابة فيه بكل دول العالم هي ملاقية عند الراهبات يلي هم لأنه ما بيتزوجوا وبصير في عندهم حمل. فيعني السبب واضح إنه نحط إيدنا عليه. لا في بعض الدراسات تقول إنه الأدوية الهرمونية خاصة البيلز وحبوب منع الحمل حقيقة لكن ما أثبتت إنه أي ارتباط وثيق بزيادة نسبة الإصابة. ودائما حبوب منع الحمل هي علاقة متهمة بشكل أي شماعة منحط عليها كل شيء. طيب حكيم ذكرت نقطتين إيجابيات، إنه نحن لهلأ ما في يعني نادرا ما يتحول هذا الورم لخباثة، وهذا نقطة كتير إيجابية مهمة اليوم تريح كتير من النساء. طبعا طبعا. وذكرت حضرتك إنه اليوم عم نشوف نحن هاي القصة شائعة كتير، صرنا نشوفها بنسب كتير كبيرة لأنه بلش يزيد عنا ثقافة الوعي إنه نحن لازم نعمل زيادة بسبب الإصابة كمان. تماما أكيد. لأنه نحن لازم نروح نشيك عند الطبيب أكيد. المختص أكيد. فدائما نحن هاي القصة من خلال صباحنا وبكل خلال ضيوفنا بنأكد عليها أنه الفحص الدوري لكل النساء وحتى بكل الأمراض مو بس في موضوعنا اليوم. خلينا نروح للأعراض اليوم، السيدة اللي عندها هاي المشكلة أكيد في أعراض تظهر عليها، تروح لعند الحكيم في أكيد وسائل من خلاله. خلينا نشوف هيك بداية، شو أهم الأعراض اللي ممكن تظهر؟ طيب سيدتي خلينا نقول نحن نسبة الإصابة قد تبلغ بين 40-50%، إذا نجيب 100 أنثى هلأ بنت أو سيدة ممكن نلاقي حوالي 40-50 وحدة منهم إذا عملنا لهم فحص على الإيكو إنه في عندهم ورم ليفي بالرحم. تمام؟ بس نسبة كبيرة، نسبة جدا عالية، ولكن يلي يعانوا من الأعراض هن فقط 10%. ليه؟ لأنه أوقات الورم الليفي بيكون لا عرضي، يعني يكتشف لما وحدة رايحة تعمل تشيك أب سواء عن دكتور نسائية أو عم تعمل الكلية أو للمعدة للجهاز الهضمي اللي هو بيقوم بيلا في ورم ليفي عندك، روحي لعند دكتور نسائية. هلأ اللي بيكون لا عرضي. نعم. هلأ بقى الأعراض اللي ممكن تشتكي منها، أكتر عرض شائع هو التالي يلي هو اضطرابات ومواصفات ومواعيد الدورة الشهرية. بمعنى نحن بنعرف الدورة الشهرية الطبيعية تقريبا انه هي بين 21-33 يوم، بتستمر تقريبا بين 3-4 ايام للاسبوع 8 ايام ماكسيموم. طيب هلا اذا نفس البنت او نفس السيدة صارت دورتها الشهرية 10-12 يوم، طيب خلينا نقول نحن المعدل الوسطي باليوم الواحد بالدورة الشهرية انه بتخسر بين 30-100 ميلي، يعني مثلا بتعبي كم فوطه بتعرف حالها البنت او السيده. طيب لما بيصير وقتها عندها كميه اكبر من النزف قد تشير الى وجود ورم ليفي، هي من اهم الاعراض. اذا اضطراب الدوره الشهريه بمعنى مواعيدها، او اللي بتشوف دورتين شهريات مثلا بالشهر بتشوف دورتين، او في منها بتقول لك انا دكتور كل الشهر عم شوف في عندي تمشيح مستمر
ما عم بعرف سببه، لدرجة ما بقى أعرف إمتى دورتي بتبدأ وإمتى دورتي بتخلص. هاي من أهم الأعراض. من الأعراض الثانية اللي بتشتكي منها بقى، وهون بيرجع بدي أرجع أقول كل الأعراض اللي هلأ رح نذكرها ترتبط بشغلتين: حجم الورم ومكان توضع الورم اللي فيه، حجم ومكان توضع الورم اللي فيه. هلا الأعراض الثانية اللي ممكن تشتكي منه يلي هو بحسب مكانه توضعه وبحسب حجمه قد يكون عرض ما له علاقة لا بالدورة الشهرية ولا بشيء أبدا، يلي هو إنه إذا كان على الجدار الأمامي للرحم يضغط على المثانة بصير عندها مشاكل بالتبول، ما بقى تلحق حالك العشر دقائق ربع ساعة بتروح تعمل بيبي وهيك. أوكي، إذا كان على الجدار الخلفي ممكن نشوف وقت أعراض هضمية خاصة من ناحية الإمساك يلي انه ممكن تعاني منه بشده. هلا في منهم لا، في منهم بيعانوا بيروحوا بقى بشوفوا كثير من زملاء الاطباء العصبيه او العظميه بتلاقي عم تعاني من الام ظهر شديده، بالاخير بيقولوا انه ممكن يكون السبب نسائي انه بسبب الورم اللي فيه. وبرجع بقول حجمه وتوضعه وبالتالي وزنه، لانه هو كمان قوام الورم اللي فيه يختلف من قوام صلب لقوام طري لقوام عجيني، فهون وزنه يختلف. بهالحالة بصير بيعمل شد وضغط على الأربطة المعلقة للرحم يلي في منها بتوصل للظهر، فبتجينا بآلام ظهرية يعني ما لها علاقة بأي شكوى نسائية. العرض الثالث ممكن تشتكي منه السيدة اللي هو صعوبة والألم أثناء العلاقة بين الزوجين. العرض الرابع اللي هو له علاقة وقتها بالحمل أو بتأخر الحمل أو بالعقم، وهون وقتها يلعب برجع بقول بهي الحالة يلعب مكان الورم توضعه وحجمه يلعب دور جدا 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 أساسي. يعني ارتباط الورم الليفي من هي النقطة اللي ركز عليها بناحية تأخر الحمل أو إذا بيصير حمل وبيرمل وبيرتمي الحمل بعدين. تمام دكتور، خلال حديثك ذكرت أنه 10% من السيدات هنون فقط يلي ممكن تظهر عندهم هاي الأعراض بالورم الليفي. اليوم كمان في كتير من السيدات أو صبايا ممكن تظهر عليهم الأعراض أو ممكن تظهر بالمرة. هم يقولوا لك أنه رغم التطور الطبي لازم الواحد يعمل فحص دوري. طبعاً. طيب أنا كيف مثلا بدي روح أعمل فحص دوري إذا ما عم بشتكي من شيء وفي حال ما رحت أنا ممكن تتفاقم الحالة لبعدين؟ تماماً سيدتي. هلأ هو اسمه فحص دوري، الواحد بروح بيعمله لأنه لو ما عم يشتكي مو بس نساء يعني بالأمراض النسائية بأي شيء كان مثل ما ذكرتي حضرتك قبل شوي. أوكي، هلأ الفحص الدوري إذن هو ضروري جدا. هلأ النقطة الثانية الهامة اللي أثرتيها حضرتك يلي أنه إذا ما عملت وعنده ورم ليفي وأهملته سواء أنه هي ما بتعرف أنه عنده ورم ليفي أنه ما عملت فحص أو بسبب الخوف انه انا اذا رحت عندي ورم ليفي رح يقولوا لي عمليه ودغري بدي استقصي الرحمه، من قلن لا 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 لا، حالات قليله جدا يلي مضطر نستقصي فيها الورم اللي نستقصي فيها الرحم. السبب سيدتي انه اذا تطورت الحاله انه الورم الليفي ممكن يكون ضمن سماكه العضله الرحميه او طالع شوي لفوق لبرا، ولكن لما بصير وقتها بيهاجم اكثر بالعمق بطانه الرحم يلي هي بتم فيها إذا في رغبة للحمل بيتم فيها التعشيش أو إنه لا لو ما في رغبة بالحمل بس بصير بخربة الدورة ومثل ما قلنا نزوف شديدة، وخاصة إذا كانت النزوف من إلا هيك يعني قد الجلطات هي الكبيرة هيك يلي ممكن توصل لحد أنيميا وتشوفي غير المريضة عم تنقل دم وتسرب حديد بلا بلا بلا. أوكي، هلأ هذا طبعا اختلاطات فقر الدم الشديد، اختلاطات جهازية لاحقة كتير كتير خطيرة سواء على عضلة القلب ولا على الطنين ولا على الصداع ولا على الوهن بشكل عام. لا. أو وحدة بتدوخ بتغشى بكون ماشي وقع بتنزل درج بتوقع بتكسر حالة. السبب إنه هو مو الليف بحد ذاته، العرض اللي هو الليف اللي عم يتظاهر فيه اللي هو النزف الشديد خاصة الجلطات الكبيرة. طيب هلأ إذا بدنا نروح لشي تاني، نحن إذا تركته ممكن يكون هو ورم ليفي، وهم بدي ارجع اكد على الشغله سيداتي اذا تسمحوا لي يلي هو حكمه الطبيب، حكمه الطبيب باتخاذ القرار. بمعنى انه نحن بسبب المخاوف ما حكينا الموجوده يلي انه ممكن تدمر الرحم اكثر وخاصه بطانه الرحم، انه هلا بفرض نحن اجتنا هلا بنت عمرها 39 38 40 سنه عندها مشروع ارتباط هلا وملاقي عندها اورام ليفيه متعدده
بالمنظر العام والأعراض تشتكي منها وخاصة آلام الطمث ممكن تشتكي منها آلام شديدة جدا منقول إنه هذا استطباب لنعمل شيء اسمه استئصال رحم. طيب هلأ لما تجينا يلي هلأ عندها مشروع ارتباط وهيك منفضل قدر الإمكان نستأصل الأورام اللي فيها نحافظ لها رحمة بغرض نعطيها فرصة تجيب أول ولد وبعدين منطبش نحن والحالة مو مشكلة يعني. بس أما مثلاً تنأمن أما مثلاً لما بيكون نفسها عمرها 38-39 سنة متزوجة وعندها 3-4 أولاد لا وقتها منوضح لأنه الخيار الأفضل لك إنه نعمل استئصال رحم. فلذلك الحكمة جدا ضرورية وتفهم مخاوف المريضة جدا جدا هام سيدتي. لهيك يعني الفحص الدوري هو مهم جدا، هي أكيد. توفير رحلة عذاب وعلاج إن كان على المريض وإن كان على المريضة أو كان على الحكم. طيب دكتور بالوقت المتبقي خلينا نروح لرحلة العلاج حسب النوع حسب الكبر الورم يعني وموضعه داخل الرحم، إيمتى نحن بنلجأ للجراحة وخلينا نروح للأدوية. تمام منيح اللي ذكرتي لحصة الأدوية لأنه رحت عن بالي تماما. لك سيدتي خلينا نقول نحن هلأ شو ممكن نطرح علينا. هلأ إذا منجيب 100 وحدة قدامنا بنت أو سيدة معهم أورام ليفية بالرحم بيجي بيقولوا لي دكتور عطيني دواء أو رفيقتي أخذت الدواء راح الورم اللي فيه. منقول لهم دواء يروح الورم اللي فيه ما فيه نهائيا، ولكن توجد بعض الأدوية يلي يمكن تسيطر فقط على الأعراض بنسب مختلفة، سواء النزف نعطي مرقئات، النزف ممكن نحط لولب هرموني للسيدة بلا بلا بلا، بس كلياته فقط لنحاول نخفف من حدة الأعراض تمهيدا للإجراء الجراحي القادم سواء هو استئصال الأورام الليفية ولا استئصال الرحم. إحنا أمام جراحة قولا واحدا لا، إذا كان أعراضه تحتاج شديدة يعني بمعنى يحتاج إلى جراحة الأدوية المتوفرة ما بتروح الورم الليفي وين ما كان توضعه وشو ما كان حجمه ما بتروحه ولكن فقط أنه ممكن تساعدنا أنه نضبط الأعراض وخاصة في كتير شغلة بنسمعها دكتور أنه أخذ الدواء أو عشبة وراح الورم اللي في بالدورة الشهرية شو كاسة ما بعرف شو كاسة كركاكي وميرامي ما بعرف شو اسمهم هدول فبتقلك دكتور انه راح الورم اللي في وقع بالدورة انا هون يعني ربي المضحك هي بتكون شو شايفة كمان يعني هي شايفة علاقة دموية شديدة كبيرة كتير وقاسية القوام بتفكر الورم اللي في أو هيك رفيقتها قالت لأنه هي العشبة بتروح الدواء بيروح الورم اللي في أرجو أنه كل الحاضر يعلم الغائب الدواء بيروح الورم اللي في ما في في عنا أدوية قد تساعدنا في إبر أو شيء دكتور في بيكون إبر في كل الخيارات موجودة تساعدنا بالسيطرة على الأعراض بنسب مختلفة مع المراقبة الموجودة لغاية ما أنه توصل لقناعة مشتركة الطبيب ومريضته أنه شو هو أنسب حل وبرجع بأكد على أنه الطبيب بهي الحالة بده يكون أكثر ما هو طبيب بالمعنى الكلاسيكال للكلمة يكون حكيم 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 بهالحالة. تمام طيب دكتور خلينا نحكي عن عملية استئصال الورم الليفي نعم. عن نسبة نجاحها عن الإجراءات والإرشادات يلي قبل العملية والمفروض تكون بعد العملية. هلا هي مثل أي عمل جراحي كبير بشكل هو عمل جراحي كبير انه مثل اي عمل جراحي كبير انه بده يكون في عنا تحضيرات قبل العمل الجراحي بيوم يوم ونص ناحيه افراغ الامعاء مشان ما يصير غازات بعد العمل الجراحي مزعجه جدا للمريضه. الاستئصال للاورام اللي فيه هو الحقيقه غالب الاحيان هو عمليه باليد الخبيره هو عمليه سهله الا ببعض امنه الا ببعض الاورام سيدتي اللي بتكون توضع الورم فيها جدا بشع من ناحية تشريحية يعني ما بيكون أوقات على الوجه الخلفي وعميق لتحت بنلاقي نعم. أوقات صعوبة في بلبكنا وممكن يزيد من مخاطر النزف طبعا لحسن الحظ أنه الخبرة والخبرات ببلدنا أنه ما قادرة تسيطر على النزف بالأغلبية الساحقة أثناء عمليات الأورام الليفية سواء كانت استئصال الورم الليفي أو استئصال الرحم. لا الحقيقة الخبرة جيدة جدا طيب جدا دكتور بس خلينا نأكد على نقطة كتير مهمة وأكيد اليوم كل النساء بهمها هاي النقطة طالما نحن اليوم أمام حالي عم تنتشر بنسبة كتير عالية خلينا نضوي على موضوع الحمل إمتى ممكن تصل لموضوع العقم يعني شو هو الخيار الأخير اللي ممكن اليوم الليف يعمل عقم عند المرأة تماما سيدتي هلأ نحن خلينا قديش معي وقت مشان لحق اشرح على النقطة إذا سمحتي في وقت طيب خلينا نعتبر احنا هذا الرحم بنلاقي في اوقات اورام ليفيه جايه عليه من برا
أورام اللي فيها ضمن سماكة العضلة الرحمية، وفي أورام اللي فيها من أي مدلية من هاي مثل التريا بالبيت لما بتكون جوا غرفة في تريا. هلأ هذا التريا هي اللي بتكون يعني مدندلة جوا الرحم، هي اللي ممكن تسبب أكثر شيء من ناحية ارتباطها بالحمل. نعم. نعم. لأنه هي هذا المكان مخصص لتجي البويضة الملقحة والمضغة والجنين أنه يقعد فيها. فهون بصير في عنا هذا الورم الليفي هو شاغل للحيز اللي هو مخصص لغير شيء، هذا ممكن يمنع الحمل أو يصير في حمل ويعمل إسقاطات أو ولادة مبكرة. الحالة الثانية أنه لما بيكون توضع الأورام الليفية قريب على الأنابيب، نعم. فبيسكر تمنع وقت وصول النطفة للبويضة وأنه تتلقح وترجع البويضة الملقحة على الرحم. بهي الحالات نحن أمام حالة عقم أو تأخر حمل. لذلك المعالجة المبكرة هون جدا أساسية سيدتي، والكشف المبكر. ودائما نحن مضوي لهي النقطة. نتمنى الصحة والسلامة لكل النساء، ونتشكر حضورك اليوم دكتور على كل المعلومات اللي ذكرتها. نورت صباحنا. منورة. شكرا لك. شكرا لك يا دكتور. يسعد صباحك.